بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه جاست ليرن وفيديو جديد في شابتر اسيد بيز بالانس. هنبدا نتكلم ان شاء الله عن الاربعه اسيد بيز ديس اوردرز، وهنبدا بالريسبيراتوري اسيدوزيس. يعني ايه ريسبيراتوري اسيدوزيس؟ احنا دايما كده بنقول مفتاح الفهم ترجمه المصطلح. تعالى نترجم كده، اسيدوزيس معناها ان البي اتش قلت. البي اتش قلت عن كام؟ قلت عن 7.35. وريسبيراتوري معناها ان في مشكله في اللنج. تعال نبص كده على المعادله بتاع البي اتش. احنا عارفين ان البي اتش بتتناسب مع البايكارب على البي سي او 2. طيب قلنا ريسبيراتوري يعني المشكله في اللنج. اللنج بتتحكم في البايكارب ولا في البي سي او 2؟ بتتحكم في الكربون دايوكسيد اللي دايب عندنا في الدم او في الاكسترا سيلولار فلويد. طيب واسيدوزيس معناها ان البي اتش قلت. البي اتش قلت وبتتناسب عكسي مع الكربون دايوكسيد، يبقى الكربون دايوكسيد زاد. يبقى اي مشكله في اللنج تزود الكربون دايوكسيد تقلل البي اتش، الحاله ديت اسمها ريسبيراتوري اسيدوزيس. اني برايمري ديفكت ان ذا لانج فانكشن، اي مشكله في اللنج نفسها بتاثر على وظيفه اللنج تزود الكربون دايوكسيد عندنا تعمل ريسبيراتوري اسيدوزيس. طيب لما يكون في عندنا ريسبيراتوري اسيدوزيس الجسم يعمل ايه؟ الجسم لازم يعمل كومبنسيشن، وقلنا في المحاضرات اللي قبل كده الكومبنسيشن ده بيكون العكس تماما، عكس ريسبيراتوري ميتابوليك وعكس اسيدوزيس الكالوزيس. يبقى لما يكون عندنا ريسبيراتوري اسيدوزيس الجسم يحاول يعمل كومبنسيشن ويعمل ميتابوليك الكالوزيس. ميتابوليك يعني ايه؟ ميتابوليك معناها الكبني. الكبني تعمل ايه؟ تزود الالكالينيتي، تزود الحاجات اللي بتزود البيز. يعني تعمل ايه؟ يعني تزود البيكارب وترجعه للجسم، وتخرج الهيدروجين ايون. تزود البيكربونات ريستور، ترجع البيكارب للجسم، لان البيكارب لما يزيد علاقته طرديه مع البي اتش هيرجع يزود البي اتش عن 7.35 ويرجعها للطبيعي، ويخرج الهيدروجين ايون اللي هو بتاع الاسيديتي. طبعا الجسم هيفشل بدليل ان الحاله اتشخصت ريسبيراتوري اسيدوزيس. لو كان الجسم عمل الكومبنسيشن ده ورجع البي اتش للطبيعي خلاص يبقى ما فيش اي مشكله، بس الجسم لما جه يعمل الكومبنسيشن فشل بدليل ان الحاله اتشخصت ايه؟ ريسبيراتوري اسيدوزيس. الخلاصه لو البي اتش قلت عن 7.35 وفي مشكله في اللانج وتركيز البفر بيز قل في جسمنا، الحاله ديت اسمها ريسبيراتوري اسيدوزيس. بعد كده هنبدا نتكلم عن اسباب الريسبيراتوري اسيدوزيس. هنبص على المعادله ديت الاول قبل ما نتكلم عن الاسباب. احنا عندنا الكربون دايوكسيد ممكن يتفاعل مع الميه ويديني كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد ممكن يتفكك لهيدروجين ايون وبيكربونات. والمعادله ديت راحه جايه، يعني ممكن الهيدروجين ايون والبيكربونات يكونوا كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد يرجع يتفكك لميه و ثاني اكسيد الكربون. طيب لو الكربون دايوكسيد زاد عندنا في الدم، المعادله هتمشي في هذا الاتجاه. لما المعادله تمشي في الاتجاه ده في النهايه الهيدروجين ايون هيزيد، ولما الهيدروجين ايون يزيد ديت معناها اسيدوزيس. يبقى لما الكربون دايوكسيد بيزيد بسبب مشكله في اللنج بتعمل اسيدوزيس، والحاله بنسميها ريسبيراتوري اسيدوزيس. تعالوا بقى نبص على اللنج ونشوف ازاي اللنج بتشتغل وبيحصل تبدل الغازات وبتخرج ثاني اكسيد الكربون عندنا من الجسم. في كلام بسيط كده في عجاله سريعه علشان لما نبدا نتكلم على الاسباب نفهم الاسباب بسهوله. احنا عندنا تو لنج، كل واحده من دولات مجرى الهواء لما بيدخل للنج بيتقسم لاثنين، واحد رايح اللنج ديت وواحد رايح اللنج ديت، ويرجع يتفرع لحد ما يبقى في النهايه عامل حويصلات هوائيه اسمها الفيولار ساكس. وطبعا اللنج بيجي لها البلمونري ارتري، في اربعه شريان رئوي بيجروا اللنج علشان يحصل تبادل غازات ويخدم الاكسجين وهم راجعين. وطبعا احنا عارفين ان عندنا الحجاب الحاجز، وعارفين ان احنا عندنا الضلوع اللي هي الريبس، وفي عضلات ما بين الضلوع. كل العضلات ديت سواء الحجاب الحاجز او العضلات اللي ما بين الضلوع او الجدار بتاع مجرى الهواء عباره عن سموث ماسل. وطبعا في نيرف بيتحكم في العضلات ديت، النيرف ده واصل بالريسبيراتوري سنتر، مركز التحكم في النفس اللي موجود في البرين. يبقى كده فهمنا اللنج بتشتغل ازاي وبيحصل تبادل غازات ازاي. نبدا نتكلم عن الاسباب. اول سبب هو الازمه، ازمه
دايما المريض اللي عنده ازمه يقول لك انا عندي حساسيه صدر، يبقى ازمه هي حساسيه الصدر. الازمه دي بتحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان الشخص ده اي حاجه عنده دخلت مجرى الهواء، قامت عامله له حساسيه في مجرى الهواء ده، قامت عامله كونتراكشن في السموس مسل. السموس مسل ده لما يحصل فيها كونتراكشن يقوم مجرى الهواء ده يضيق. يبقى الازمه في حاجه دخلت الرئه، دايما الحاجه اللي دخلت بنقول عليها اليرجين، يعني جايه من اليرجي حساسيه، او اريتانت يعني حاجه مهيجه هيجت المجرى الهواء، عملت كونتراكشن في السموس مسل، انقباضات في العضلات بتاع مجرى الهواء ده، قامت عامله اير واي اوبستراكشن، ضيقت مجرى الهواء. لو عندنا ده مجرى الهواء في الشكل الطبيعي، الحاجه اللي دخلت هتحوله للشكل ده. لما مجرى الهواء يضيق بالشكل ده والهواء ما يدخلش كويس، يبقى مش هيحصل جاز اكستشينج كويس، هيحصل ان افكتيف جاز اكستشينج، تبادل الغازات هيتاثر، وبالتالي الكربون ديوكسيد يزيد عندنا في الدم والشخص يدخل بسبب الازمه في ريسبيراتوري اسيدوزيس. ثاني سبب اتيليكتيزيس. اتيليكتيزيس معناها اكسسيف ميوكس كوليكشن، وبيبقى انون، تجمع للبلغم او المخاط بكميات كبيره في مجرى الهواء، وبيبقى سببه غير معروف. لما مجرى الهواء ده يتملى بميوكس، هل هيحصل جاز اكستشينج كويس؟ مش هيحصل الجاز اكستشينج كويس، وبالتالي الكربون ديوكسيد يزيد والشخص يدخل في اسيدوزيس. ثالث سبب برين تروما. شخص اتخبط في دماغه خبطه قويه جدا نتيجه حادثه عربيه لا قدر الله او اي حاجه. البرين تروما ديت الخبطه اللي اتخبطها في دماغه بتعمل بريشر على الريسبيراتوري سنتر، بتعمل ضغط على مركز التحكم في النفس اللي موجود في الدماغ. لما يحصل ضغط على الريسبيراتوري سنتر، الريسبيراتوري ريت يقل، معدل النفس يقل، ولما معدل النفس يقل هيبقى فيه ان افكتيف جاز اكستشينج، تبادل الغازات مش هيحصل كويس، وبالتالي الكربون ديوكسيد يزيد والشخص يدخل في اسيدوزيس. رابع سبب برونكيكتيزيس. برونكيكتيزيس معناها وول اوف برونكاي دايليتد. ولما اقول لك وول اوف برونكاي دايليتد، ما تقولش دايليتد يعني وسعت وهتدخل هواء كويس وهتبقى زي الفل، لا. كلمه دايليتد عند اهل الباثولوجي الناس بتوع المرض معناها ضعيف وفقد الوظيفه. يبقى لما اقول لك وول اوف برونكاي دايليتد، تفهم ان الجدار بتاع البرونكاي ده ضعف وفقد وظيفته. هقول لك، هشبهها لك بمثال عشان تفهمها. لو انا جبت لك استك لسه انت شاريه النهارده، واستك جديد كده، وجيت تمطه كده وتسيبه، بتلاقيه بيرجع زي ما هو تاني الوضع الطبيعي بسبب الالاستيسيتي والمرونه اللي فيه. طب لو جبت استك تاني وشديته كده وفضلت مطه وشده كده لمده اسبوع، وجيت تسيبه بتلاقي الاستك ده بقى مرخرخ وفقد الوظيفه بتاعته، فقد الالاستيسيتي. هو ده معنى كلمه دايليتد. اما اقول لك وول اوف برونكاي دايليتد، تفهم ان الجدار ده بقى مرخرخ زي الاستك اللي ملوش لازمه كده، ومش قادر ينقبض ولا ينبسط علشان الهواء يدخل ويطلع، وفقد الوظيفه بتاعته، وبالتالي تبادل الغازات مش هيحصل، وثاني اكسيد الكربون هيزيد عندنا في الدم. السبب اللي بعد كده سي ان اس ديبريسنت. اي حاجه بتهدي شغل المخ او شغل الجهاز العصبي المركزي. طب لما سي ان اس شغله يقل ايه المشكله؟ ما هو الريسبيراتوري سنتر موجود في السي ان اس. لما الريسبيراتوري سنتر شغله يقل، يبقى معدل النفس هيقل، وبالتالي ثاني اكسيد الكربون هيزيد عندنا في الدم. طب ايه هي الادويه اللي بتقلل شغل السي ان اس؟ عندنا السيداتيف المهدئات، والاوبيويد اللي هي المخدرات، والاناسيتكس اللي هي الادويه المخدره. الاوبيويد جايه من كلمه اوبيوم. اوبيوم اللي هو نبات الافيون، لان كل الادويه المخدره اصلها الافيون، فعشان كده سميناها اوبيويد، جايه من اوبيوم اللي هو نبات الافيون. يبقى كل السي ان اس ديبريسنت بتقلل الريسبيراتوري ريت، وبالتالي الكربون دايوكسيد يزيد والشخص ممكن يدخل في ريسبيراتوري اسيدوزيس. السبب اللي بعد كده سي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. اي شخص عنده سي او بي دي ومجرى الهواء عنده هنا بيضيق بسبب السي او بي دي ديت، عرضه ان ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون يزيد، ولما ثاني اكسيد الكربون يزيد هيدخل في اسيدوزيس. السبب رقم 7 انفيزيما. انفيزيما يعني ايه؟ لوس اوف الاستيسيتي اوف الفيولار ساكس. هنا في البرونكوكتيزيس اللي كان فقد الالاستيسيتي الجدار بتاع مجرى الهواء بتاع البرونكاي، انما هنا اللي فقد الالاستيسيتي الحويصله الهوائيه. شوف انا راسم لك الحويصله الهوائيه هنا مدوره وشكلها حلو كده، تقدر تعمل تبادل الغازات كويس، انما في حاله الانفيزيما بتبقى بالشكل ده، عامله زي الاستيك المرخرخ اللي لسه قايل لك عليه من شويه، وبالتالي هيحصل ان افكتيف جاز اكستشينج، وثاني اكسيد الكربون يزيد. السبب اللي بعد كده اللي هو رقم 8 ايديما.
بالمونري إديما، تجمع السوائل جوه اللونج في الالفيولار ساكس، لما يبقى في ميه جوه الحويصلة الهوائية ديت يبقى تبادل الغازات مش هيحصل كويس والكربون دايوكسيد يزيد. السبب رقم 9 هايبو فنتيليشن، هايبو يعني نقص، وفنتيليشن اللي هو معدل النفس، لما الريسبيراتوري ريت يقل يبقى ثاني اكسيد الكربون هيزيد عندنا في الدم والشخص يدخل في اسيدوزيس. السبب رقم 10 هاي اكسجين ليفل، لو شخص هياخد اكسجين بكميه عاليه. وركز معايا في النقطه دي، اي شخص عرضه لان الكربون دايوكسيد يزيد عنده في الدم، خاصه مرضى السي او بي دي والانفيزيما، ما ينفعش تدي لهم اكسجين بكميه عاليه. ليه؟ لان الاكسجين لما بيزيد عندهم في الدم الريسبيراتوري سنتر اللي موجود في المخ بيحس بالاكسجين ده، لما يحس ان هو زاد يقوم الريسبيراتوري سنتر شغله يقل، لما شغله يقل يقلل معدل النفس، ولما معدل النفس يقل ثاني اكسيد الكربون يزيد، والشخص اصلا ده اللي هو السي او بي دي او الانفيزيما عرضه ان ثاني اكسيد الكربون يزيد عنده. نقولها بطريقه ثانيه، لو مريض عندك عنده سي او بي دي او انفيزيما، المريض ده عرضه ان ثاني اكسيد الكربون يزيد عنده في الدم، لو جيت تديله اكسجين بنيزل كانولا، اكسجين بنيزل كانولا، ما ينفعش الاكسجين ده يتعدى ال 2 لتر. ليه؟ لان الاكسجين لو زاد في الدم هيقلل شغل الريسبيراتوري سنتر، ولو الريسبيراتوري سنتر شغله قل الريسبيراتوري ريت اللي هو معدل النفس هيقل، ولو معدل النفس قل ثاني اكسيد الكربون هيزيد في الدم، والاصلا الشخص اللي عنده سي او بي دي او انفيزيما عرضه ان ثاني اكسيد الكربون يزيد عنده، يبقى انت بتزود المشكله بتاعته. السبب رقم 11 بالمونري امبولاي، حصل السدة في البالمونري ارتري في الشريان اللي جاي وحامل ثاني اكسيد الكربون عشان يخرجه لبره، السدة ديت هتعمل ان افكتيف جاز اكستشينج وتزود الكربون دايوكسيد. نمونيا الالتهاب الرئوي، نمونيا معناها ان في لانج كونجيشن، احتقان الرئه، وفي ميوكس، في بلغم كتير موجود في الرئه، واير واي اوبستراكشن، مجرى الهواء بيضيق وبقى في سدة، كل الأسباب دي تعمل إن إفكتيف جاز إكستشينج والكربون دايوكسيد يزيد، والكربون دايوكسيد لو زاد الهيدروجين أيون هيزيد، الأسيدتي زادت بسبب اللانج، يبقى في ريسبيراتوري أسيدوزيس. الخلاصة بتاعت الأسباب، أي مرض في الرئة يؤدي إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم يسبب ريسبيراتوري أسيدوزيس، وكل الأمراض اللي قلناها ديت أمراض موجودة في الرئة بتزود ثاني أكسيد الكربون في الدم تعمل ريسبيراتوري اسيدوزيس. لو جيت تبص بصه سريعه على الاسباب، علشان لو انت هتحفظ الاسباب دي ما تتلخبطش وما تاخدش منك وقت، هتلاقي في عندك سببين بحرف الاي ازمه واتيليكتيزيس، سببين بحرف البي، سببين بحرف السي، وسببين بحرف الاي، واثنين بحرف الاتش، واثنين بحرف البي الثقيله. بعد كده هنتكلم عن الساينز اند سيمبتومز، العلامات والاعراض اللي بتبان على مريض الريسبيراتوري اسيدوزيس. بتلاقي المريض ديس اورينتد يعني مش مركز. انت لما بيجي لك واحد يجي جديد عليك الشغل، حد بيقول لك اعمل له اورينتيشن على المكان، عرفه على المكان، فالشخص ده بتلاقيه ديس اورينتد مش مركز، الهارت ريت بتاعه قليل، الريسبيراتوري ريت بتاعه قليل، والبلاد بريشر قليل، واحنا عارفين طبعا ان الثلاثه دولات علاقتهم طرديه مع بعض، و ضغط الدم قليل، بتلاقي عنده بريفرال فازو دايلاتيشن، عنده الاوعيه الدمويه بتوسع، ولما يحصل له بريفرال فازو دايلاتيشن بتلاقي عنده وورم اند فلاشد سكين، تيجي تبص لجسمه كده تلاقيه مهوج ومحمر كده، وبتلاقي عنده تغيرات على مستوى رسم القلب. لو جت تعمل المريض ده رسم قلب بتلاقي رسم القلب مش مظبط. ليه؟ لان احنا عارفين ان الاسيدوزيس مصحوبه بهايبركاليميا، الاسيدوزيس بتعمل زياده للبوتاسيوم في الدم، لما البوتاسيوم يزيد في الدم هيعمل تغيرات على مستوى رسم القلب. بعد كده هنبدا نتكلم عن النيرسنج انترفينشن، وازاي نتعامل مع مريض عنده ريسبيراتوري اسيدوزيس محجوز عندك في المستشفى. اول حاجه لازم تعمل مونيتور للساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس، المريض اللي عندك ده لازم تقيس له معدل النفس وتدونه عندك، لازم تشوف النفس بتاعه ده، تشوف الدبس بتاعه هل بياخد نفس بعمق، لو بياخد نفس بعمق لجوه كويس يبقى الجاز اكستشينج هيحصل كويس والمريض ده هيتحسن باذن الله. طيب لو النفس بتاعه شالو يعني ما بياخدش نفس لعمق يبقى الجاز اكستشينج مش هيحصل كويس والمريض ده حالته هتتدهور، لو المريض نفسه والهارت الريسبيراتوري ريت بتاعه عالي قوي زياده عن اللازم يبقى الشخص ده داخل في ريسبيراتوري ديستريس، يبقى ممكن يتحط على جهاز تنفس صناعي ويتركب له انبوبه حنجريه، يبقى لازم تتابع العلامات بتاع الريسبيراتوري ديستريس. رقم 2 هتدي للمريض ده اكسجين از بريسكرايبد،
ولازم تحط في بالك لو مريض سوء بدي او انفيزيما وهتدي له اكسجين بنيزل كانولا ما تدلوش اكتر من 2 لتر وعرفنا السبب ليه، يبقى تدي له اكسجين زي ما هو مكتوب لك بالظبط. بتحط المريض في سيمي فاولرز بوزيشن، ما بتنيمش المريض فلات على ظهره، بتنيمه في سيمي فاولرز بوزيشن بزاويه 45. ليه؟ علشان يقدر ياخد نفسه كويس ويخرجه كويس، لانه لو نام على ظهره مش هيعرف ياخد نفسه كويس، واحنا يهمنا المريض ياخد نفسه كويس عشان الجاز اكسشينج يحصل كويس عشان نخرج الكربون دايوكسيد بره الجسم. بتعلم المريض ده ازاي يعمل ديب بريزنج تكنيك، ازاي ياخد نفس بعمق لجوه، لان الدبس ده مهم جدا، لو خد نفس بعمق لجوه هيخرج كربون دايوكسيد كتير. طبعا هتخلي المريض ده يشرب سوائل، انكارج هايدريشن. ليه؟ اهميه السوائل ايه؟ السوائل ديت بتخلي المريض عندك لو عنده افرازات بلغم موجود في الجهاز التنفسي موجود عنده في اللنج، السوائل ديت بتعمل سين للسكريشن بتدوبها، وبالتالي لما تعمل المريض شيست فيزوثيرابي وتخبط له على ظهره الافرازات ديت تطلع بسهوله. ولو جيت تعمل للمريض سكشن، تعمل للمريض سكشن عشان تسحب له الافرازات ديت، لو الافرازات لازقه مش هتعرف تسحبها. فطبعا لما المريض بيشرب سوائل وخاصه لو كانت سوائل دافيه، السوائل ديت تدوب الافرازات، ولما الافرازات تروح تعرف تعمل لها سكشن كويس. طبعا هتوقف الادويه اللي بتقلل شغل السي ان اس، هتعمل للمريض سكشن للاير واي اف نيسيسري لو ضروري تعمله سكشن. طبعا هتعمل مونيتور للالكترولايت فاليوز، المريض ده هتعمل له تحليل سيرم بوتاسيوم واي بي جي، تعمل له سيرم بوتاسيوم ليه؟ لان احنا عارفين ان الاسيدوزيس بتعمل هايبركاليميا بتزود البوتاسيوم في الدم، وتعمل له اي بي جي علشان نطمن على البي اتش. جيف انتبيوتكس، ممكن تدي للمريض مضادات حيويه، تدي له مضادات حيويه ليه؟ لو عنده اي عدوى في اللنج، العدوى دي عامله بلغم وميوكس كتير جوه اللنج مش عارف ياخد نفسه منه كويس والجاز اكسشينج ما بيحصلش، ندي له انتبيوتك يقتل الميكروب ده. بريبير اي تي تي اند ميكانيكال فنتليتور، بتجهز جنبك الاندوتراكيال تيوب اللي هي الانبوبه الحنجريه والجهاز التنفس الصناعي، بتجهز الجهاز بالوصله بتاعته بالدايره كامله، وتكون على اتم الاستعداد ان المريض ده ممكن يتيب في اي وقت ويتحط على الجهاز، وتجهز الانبوبه الحنجريه المناسبه للمريض ده، لان المريض ده ممكن في اي لحظه الطبيب يقول لك يلا هنطيب المريض لان حالته ما عادش تسمح. طب امتى المريض بتاع الريسبيراتوري اسيدوزس بتتحط على جهاز تنفس صناعي؟ في حاله ان البي سي او 2 الكربون دايوكسيد اللي دايب في الدم زاد عن 60 ملي متر مركري، طبعا احنا عارفين الطبيعي بتاعته، الطبيعي بتاعه من 35 ل 45، لو زاد عن 60 المريض ممكن يتيب ويتحط على جهاز تنفس صناعي، وكمان لو بدا يظهر على المريض ده علامات ريسبيراتوري ديستريس، عشان كده اول حاجه قلتها لك في النيرسينج انترفينشن تتابع علامات ريسبيراتوري ديستريس. كده احنا اتكلمنا عن الريسبيراتوري اسيدوزيس، باذن الله بقى لنا 3 ديس اوردرز هناخدهم في المحاضرات القادمه. اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا باي معلومه، لو استفدتوا باي معلومه ادعوا لنا بظهر الغيب. وافضل ختام هو السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.